سير. اللي بغيت نقول كان واحد التصحيح، واحد الخطأ اللي كاين في ذاك المقال ديال واحد الاخ ما عقلش على السميه ديالو. حنا ما عندناش 5 ديال التجزئات في العيون تابعين للقبيله نتاع الجع، عندنا 6 بالاضافه. وانتم قلتوا 5 حقيقه، كاين 5 ولكن داك حتى العمران غادي تدخل حتى هي راه شريت على القبيله، خصها حتى هي تدخل في. نشوفوا بعدا بشحال باع، ونشوفوا بعدا العائدات ديالها فين مشى، واش حقا باعوا ولا ما باعوش، لان الملف ديال 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 العمران لحد الساعه راه باقي مغمض، حتى هو خصو يدخل. والقضيه ديال دائما انا كنولي القضيه ديال المصلى كنا اتصلنا بالسيد الكاتب العام ديال السيد العامل، وكنا عطينا له وثائق، ومن بينها هذيك الوثيقه اللي كانت تثبت على ان وزير الداخليه كيجاوب الناس وكيقول لهم اودي تجزئه فايته لذوي الحقوق. هنا جبدنا ذاك الجواب هذاك للسيد الكاتب العام، وفي الحقيقة تبلع ما قدش باش يجاوبنا. قلنا غادي تمشيو للمحكمة ودعموا الملف ديالكم بهذه الوثيقة هذه، وغادي تكون النتيجة مزيانة. هذا السيد الكاتب العام هو كيقول لنا هذا الكلام. الله يخليكم، الله يخليكم، الله يخليكم. المحكمة 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 كل مشيتو للمحكمة ونبعدوا حنا المحكمة ديال وجدة وديال تبريكت، خليها راه ديالهم. نمشيو للمحكمة ديال فاس ورحنا قبيلة ونديرو 4 ديال المحاميين ولا 5، نجمعو 50 ألف ونديرو 4 المحاميين ولا 5، والله العظيم حتى يمشيو للحبس، والله العظيم حتى يمشيو للحبس. ولكن مع الأسف الشديد مازال ما التحقتش، غادي نلتحق. السلام عليكم.